السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة بين الحقول، هذا هو محصول القمح، الذهب الأصفر من أهم محاصيل الحبوب في العالم. ما نود أن أنقله هنا هذا الصباح الرائع، قطرات الندى الرائعة هذه على السنبلة. شاهد معي قطرات الندى، هذه سنبلة القمح كما نشاهد. قطرات الندى تشبه عقد اللؤلؤ، وهي أغلى من اللؤلؤ لأنها تولد غاز الأوزون وهو 3 ذرات أكسجين، وتولد الأيون السالب، والأيون السالب يقضي على الفيروسات أو أي جراثيم. هذه الطبيعة البكر التي يجب أن نستمتع بها. هذه حقول القمح كما نشاهدها. قطرات الندى كأنها عقد من اللؤلؤ حول السنابل. أؤكد مرة أخرى، من يصيب أي مكروه أو لا قدر الله حريق أو لسعة في يده كما نقول، يستقبل الندى على يده بإذن الله يشفى بإذن الله. فالندى هو ماء من السماء، ماء طاهر مطهر من السماء. شاهد عقد اللؤلؤ، هذا هو قطرات ندى. شكرا شكرا حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا، وشكرا.